اوكي، الظاهر ان سلاحه خلص و قاعدين نستنى ماكس امو شي من هالقبيل. ما يندرى، بوقف يامه هنا بعد عشان هو يقدر يتدبر اللي بيجي من تحت. فكينج باو ما ادري ارفع الصوت. اقول اوكي، فكينج باو هي في فيلم، هو يتمسخر على فيلم اسيوي شو يسمونه مارشال ارت. انا ما ادري ليش، يعني هو اللي عنده لسان في وجه هاللسان اذا عرفتوه يعني. فهو يتمسخر على الفيلم لدرجه انه في لقطه في الفيلم زين قاعد يتمسخر هو فيها، يعني يتمسخر على بقاره الفيلم. في لقطة ان ذا الشرير قاعد يخش المدينة وقاعد ومخلي الرجال حقينا clear a path بان يطقون اي واحد في طريق رئيسهم السيد حقهم. الكينج باو قاعد يتمسخر على هاللقطة دي لان في واحد من اللي قاعدين يتمشون على الاقل، يعني بداية اللقطة الناس وين خسيس ما بعرف يدافع ذا عن وراي واخر انت فشو يسمونه انت، يعني تخيل مثلا اذا شفت ناس قاعدين يكفخون اللي في الشارع، انت اكيد بتوخر عن الشارع صح؟ يعني لهم سنة قاعدين يطققون في الناس وفي واحد قاعد يمشي في نص الشارع. يا اخي في الفيلم ذا، في الفيلم الاساسي، فكينج باو قاعد يتمسخر على هاللقطة ذي مخليه يقول hey guys what's going on. يا اخي يعني تمسخر هاي كواليتي هاي كلاس. يعني لو تفكر فيها صدق شو يسمونه شو المسخرة ذي. ولا في لقطة في الفيلم زين، انا ما ادري كان في الفيلم حداد هو ذا البطل بقى قطعة من الحداد زين، عشان القصة طويلة. هي شلون الرئيس ذا على انه حط حديد في صدره وعلى انه مسوي جالك حق الكونفو المارشال ارت، فبغى هو واحد القطعة صايرة كأنها هرم، فبغى هو راح لحداد يبي يشوف ايش قاعد يطالع ذا، قاعد يتأمل في الكهرباء. وات؟ لاج على بالي طلع. شلون النت عنده؟ الله يعين. انا الهوست. انا اقطع النت من اللابتوب يمكن يساعد وما يندرى. المهم فبقى قطعة هرمية زي كذا من الحداد علشان يحطها في دمى خشب ويتدرب، هذا في الفيلم الاساسي. فالظاهر في الفيلم الاساسي انه بسرعة خذهم من الحداد. ففي الفيلم قاعد يعاير على هالنقطة ذي، قاعد يقول شو يسمونه واو تايم اوت، شكله كله النت حق ذاك زين بس ما يندرى. واو ف واخرت يس. فالحداد قال هو سأل الحداد هل عندك هالقطع ذي؟ طريقة تلقائه قطعة حديدية شو يسمونه مثلثة الجوانب ومصنوعة من الحديد و ول 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 الله يسلمك يا
ذاك مسوي ايش يسمونه، ذاك مسوي جلتش وانا ما اعرف الا اني ادور حول هالخريطه دي. فافتح الباب احسن لي. عندك قطعه حديديه مثلثه الذا وايش يسمونه وبزوايا حاده وبوصفات محدده. ما تشوف الا ذا الحداد رايت هير ان ماي ارم ان ماي هاند. طلبك المس واو كيف طاح، كيف طاح، اوه بامر، وكيف بحييه اصلا. لا 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 علقت شكلي، اي والله علقت. انت عملتنا. فا ما عليش كم ذي صايره ساعة ونص. ان شاء الله استانستوا معاي في هاللايف كومنتري. معلش من جديد السموح اذا كنتوا يعني اذا كنت خيبت امالكم في اني ما رفعت جيم بلاي من زمان، بس ان شاء الله الجايات احسن من الراحات. في يعني في راسي مخططات كثيرة. الله ذا راعي جلتشات يبينا نشوف نضيفه. فان شاء الله استانستوا معاي في هالجيم بلاي. كان معاكم اخوكم بالله محمد الويمي اي كي اي ليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.